حور حور انتظر شوي. ما راح اسامحك على اللي سويتي فيني، وما راح انسى عمري كله. انا انت حطيتيني بابشع موقف مر علي بحياتي. ابراهيم وش صار؟ مو مهم، المهم انك تذكرين زين اللي سويت اللي علي. وحنا بعد سوينا اللي علينا. انا كنت احس اني انت سويت اللي عليك وزود يا شاهد. خلاص احنا لازم نهدى شوي ونفكر باللي احنا مقبلين عليه. قالت لي انها ما راح تسامح. بتسامحك وعلى كل شيء، صدقيني. كنت احس اني مسويها خير وبجمع راسين في الحلال، لأني أعرف إنك تحبينا. ما قصرتي، كثر الله خيرك. ممكن تفهميني من غير أي انفعال؟ أنا اللي أبي أفهم، ليش تتدخلين بالشيء اللي ما يخصك؟ ممكن أفهم؟ تروحين تقولين له إني أنا كنت أحسب إنه جاي يخطبني يوم جمعنا ذاك اليوم؟ أنا ما راح أنتظر أطلب من أحد شيء في مصلحتك. مصلحتي؟ انت بكبرك ما بعرفها مصلحتك وين. جايه الحين تسوين علي وصيه وانت كل غلطه تسوينها اكبر من الثانيه؟ مصلحتي وين؟ انك تصغريني قدامه؟ مصلحتي انك تحطيني بهالموقف السخيف البايخ يا شاهد؟ حور حبيبتي، انت قلتي لي ان لو خطبك بتقولين لها موافقه، وش اللي تغير؟ ايش دخل؟ ابي افهم وش دخل انك تروحين تقولين له؟ بعدين هالموضوع كان من زمان صدقته. كنت أحسب إنه بعد موتة أمه الله يرحمها بيتغير. تراكي قاعدة تكابرين. أنا ما أكابر، بس أنا مكهورة بسبتك أنتي. ما له داعي كل هذا القهر، كان اختصرتي وقلتي موافقة لأنك تحبينه. إيه أحبها، ما أنكر، وعمري ما حبيت غيره، والآخر لحظة ونفس بحياتي راح أحب، بس للأسف ما أضمنه. مضطرة أني أضغط عليه عشان يقول لي كل اللي مخبيه، ولو تزوجته أكون قبلت وسكت، ومعناتها بكون شريكة بكل اللي متورط فيه واللي أنا متأكدة منه، مع أني قاعدة أدافع عنه.